السلام عليكم خواتاتي خياتي. اليوم ندير لكم فلوبون بالدجاج. وشنا هي نخصو العجينه المورقه اللي خدمناها مع بعضنا بعض هاهي، ولي بورت بياس هادو برك. اللي ما عنده شي ياخذ هكا حاجه دائريه ونبوشو اللي ما عنده شي هادو ماشي لازم الناس اللي عندها. وحب جون ديف حبه صفار البيض باش ندهنوا برك الفلوبون تاعنا. نبداو على بركه الله، ناخذ الحلال تاعنا، ناخذ قليلا من الخليط هكذا خواتاتي، ناخذ العجينه تاعنا اللي خدمناها ونخبيوها هكذا. وكل ما نخصو حاجه نديرو هكذا خواتاتي اللي خدمناها. خلينا الخليط نديرو هكا شوية باش ميسقناش البلون تاع الراي تاعنا باش متلصقناش. ناخذو الليمون تاعنا واحد هاك واحد هاك، حلو الأولى هاكا ونسترجع خواتاتي هاك. نزيدلك بوحدة هاكا راح نكملو الكمية تاع العجينة لي عندنا هاكا اليوم ان شاء الله. مرة ان شاء الله اليوم نديرهولكم ان شاء الله بهذي بلاصوص الدجاج تجي مليحة. الخطوة الجاية نديرهولكم حاجة واحدة اخرى. بعد خواتاتي شوف نديرو هكذا، ناخذو البيض هكذا، ناخذو هذوك الحبات هكذا، نغسلو هكا شوية برك البيسو في الأجنب، في الجوانب هنا هكذا، غير في الجوانب ماشي في الوسط، هكذا في الجوانب هنا، وناخذو هذوك نعاود نحطهم هكذا، الفوق هكذا، كيما راكم تشوفو، نعاود لكم واحدة أخرى هكذا، هكذا في الجوانب. هنا هكذا ماشي في الوسط غير في الجوانب هكذا، ونزيدو ناخذوهم هذوك نديرهم هكذا في الوسط هكذا غير بشوي لي يتقنا هكذا. من بعد نعاودو ناخذو هذاك البيض تاعنا وندهنوهم هكذا خواتاتي هكذا باه يخرجلنا لون جميل تاعهم هكذا. شوف خواتاتي ها هو ودهناه بالجون ديف بالبيض، ونحطوه نكون مسخنا الفرن تاعنا 180 درجة ونقصولو في المتوسط ونخليوه، ومن بعد كي يحمر ويواسي نوريكم كيفاه جا. خواتاتي نرفقو هذاك الفولوفون بالدجاج، ناخذ الدجاج ناخذ الزيتون خليناه في الخل والماء، وناخذ كمية تاع الثوم نديرو على بركة الله. ناخذ الدجاج تاعنا على حساب الافراد العائله هكذا على حساب الافراد العائله، نزيدو كمية من الثوم مليحه نزيدو شويه قرصه غير شويه شوية في بلد الحل قليلا من الملح نكثرو فيه خاطرش الزيتون تاعنا واضح، نقليو مليح هاد الدجاج تاعنا خويتاتي هكدا نقليوه مليح مزيان على نسيتو الحل والملح والثوم نقليوه هكدا مليح
غادي نزيدو الماء ساخن نديرو الماء الساخن هكذا خوتاتي ونخليوه يطيب من بعد كي يطيب لنا شويه نرميو له الزيتون هذاك دي نوايوتي من بعد نوريكم صحن تقديم كيف يطيب لنا الوسو ها شوف خواتاتي كيف خرج شوف خرجنا محمر وشباب ودوكا واش نزيدو له درنا له شوف شرخه فرماج وشرخه فرينو ونحطو في الفوق شويه يسخن برك باه يذوب لنا ومن بعد نديرو مع المعلقه هذه هي المرقه تاعنا الدجاج بالوسو نزيدو لها شويه الزعتره راكم تعرفوها تجي هكا متلقات عند اللي بالها قاقير نديرو قليل شويه هكا برك هكذا خططينا البنه من بعد ناخذو مغرفه فرينه ومغرفه مغير فما هكذا مغرفه تاع فرينه مغرفه مع الماء نديروها هكذا غير باش تبقى لنا المرقه تاعنا تجينا بنينه هكذا كما راكم تشوفوا واللي عندها لا كريم فريش دي لا كريم فريش واللي ما عندهاش ديرها غير بمغرفه فرينه مع مغرفه الماء ديرها هكذا بات هكذا برك ونوريها لكم دوكا بعد في الصحن التقديم خواتاتي راهو الفولافون تاعنا بالدجاج بالزيتون وثقلنا المرقه قلتنا بمغرفه فرينه ومغرفه ماء باش تجي لاصوص تاعنا شويه ثقيله اللي عنده يشي لا كريم فريش اللي ما عندوش يدير هذه الطريقه برك وتجي مليحه ورافقناها بالشلاطه